روح باش مالها روح فوالا. هنا يا السيد الرئيس في محطة تحلية المياه تاع البحر وين؟ في فوق يا حمزة. يعني شوف شوفوا يا عباد الله، عطني يا حمزة. باش نشوف دون 15 جور ماكسيموم ولا جرام تاع اثار تاع الفيضان. ريغلي بروبليم. فيه شركات سيفوكا، فيه شركات الولايه بصفه عامه، استعملوا الشركات باش يرفعوا معاكم الاحوال الاوحال باش يعاودوا يبنوا يعاودوا يصلحوا يعاودوا. راحة المواطن هذا اللي نديروا فيه هذه راحة المواطن. ما نقدرش نصرف ملايير دينارات لراحة المواطن فيما يخص مياه صالحة للشرب ونخليه في الأوحال تاع الفيضان. أنا هنا هنا على بالكم هنا السيد الرئيس مد ملاحظة للسلطات المحلية تاع فوكا في تيبازا على جل الأوحال تاع الفيضانات. يسمى هنا حتى الرئيس يقول لهم نبدو الأوحال. احبس احبس حمزة. هنا حتى الرئيس، الرئيس جاي يدشن في محطة تحلية المياه يمد ملاحظة للسلطات المحلية على جل المخلفات تاع الفيضانات. يعني الرئيس دركا حتى يهضرك مع الأوحال ويهضرك مع الآبار ويهضرك مع الطريق ويهضرك مع القناطر ويهضركم ويهضركم. يسمع حتى الرئيس يهضر. هاو الإشكال وراه. هاملك السلطات المحلية كي ما تكونش في المستوى. ضربت فيضانات، الدولة رحلت، قعدوا الآثار تاع الفيضانات نورمال. السلطات المحلية تتفرج. تتفرج في الأوحال. وتتفرج في المخلفات تاع الفيضانات. ها؟ طرقان مكسرين حتى يجي الرئيس يقول لهم شوفوا المقاولات وشوفوا الشركات باش يطريقلوا القضيه هذه في 20 يوم ما نشوفوش هذا الظواهر تاع. يعني والله العظيم هنا تفهم التقصير تاع السلطات المحليه. لو كان الرئيس لازم يهبط كاع للبلديات كاع 1600 بلديه يدور عليهم كاع. اخدم خدمتك المسؤول المحلي، يخدم خدمتك. هذا ما كان ما خدمتكم، كل واحد يوقف على خدمته. ماذا بينا العام الجاي ان شاء الله لحيانا ربي نشوفوا انجازات كاع في القطاعات، ماشي غير في السكن. غير السكن، غير السكن. تقول هذه الجزائر فيها غير السكن، وراهم القطاعات الاخرين كل واحد وراه مدرك راسو. المهم تحيه الجزائر، الله يرحم الشهداء، المجد والخلود، المجد والخلود لشهدائنا الابرار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطلق يا حمزة.